صباح الخير لي زامي، جيسبر كو فوز علي بيان. معرفتش معاش غادي نحط نورمالمون الفيديو. المهم انا راه عندي الصباح حتى تقريبا قريبه 12. المهم ماشي الصباح، درا جوي الغدا، ولكن المهم كوميم اليوم جو بونسي راه حلوا لنا هذه يومين ياك. حلوا لنا البارح، حلوا لنا الحدود بين بلدنا باش نقدروا زعما نتنقلوا بين مدينه ومدينه. فاينلي اخيرا غادي نقدروا نخرجوا. سو اليوم قلنا غادي نمشيو للمربيه، نمشيو ندوزوا واحد النهار تما. المهم نخليكم احنا عاد وصلنا دابا المربية، هبطنا جينا لواحد المول كاين هنايا في المربية سميتو لا كانيادا. نوريه ليكم
زوينه. اخيرا نقدر نحيد الماسك. مريعه الصوره ميمكنش نقدرها وانا نموت باش ندير الماسك. كاريشه صافي تحس براسي تخنقت حتى جيت جلست في واحد البلاصه طلع نفسي واحد الشويه. شفتو كنت شايت غير واحد ماك فلوري بغيت ناخدو ساعة انا واحد الصف ماكلو واحد الصف معتي ما عطشت صافي وليت باغا غير شي حاجة باردة مع مع الكمامة صافي انا خصاتني وجيت قلت صافي ما لقيناش الصف طويل مايمكنش نبقا نشوف الصف شي ساعة وحنا غنبقاو شادين ماك فلوري مبلوك ياك ماك فلوريكم صافي جيت ناخد غير واحد القهوة القهوة وخدمتي انا يعني الصوص البرديله اللي شفتوني كنت خيطت قبيله خديتها فريمون زوينه صافي الدار نوريها لكم حنا نوريها لكم من دابا. المهم ما كتبانش دابا مزيان صافي الدار ونوريها لكم. جينا نتغداو دابا شوفوا مشى ليا العكر ماشي مشكل. جينا نتغداو دابا فواحد البوفيه اللي بغا ديال الشينوا هو حلال سميتو ووك لو بونسون لا كيبان. المهم تنوريكم شنو فيه الدخل. قال لي راجل اللي ديجا كان كيجي زعما يتغدا فيه داكشي قال لي زوين نشوفو واش كيدير فيه السوشي. انا بغيت ناكل هنا السوشي. المهم نوريكم واش خديت هنايا غربي. خديت غير حوت خديت لانيس هنايا الحوت هنايا داك ديال بحال ديال الكالامار فيت وهذا صندوق هادشي وابخي غادي نشوف شنو ناخذ عاوتاني. شحنة سي زيد شحنة سي زيد سديتينا بداك القهوة زعما غير في بلاصة تحت القهوة انا كتسدني. ويلي ويلي نورمالمون خاصنا ناكلو هو الاول عاد باش تمشيو ناخذ قهوه. عرفتي الماكلة كي دايره؟ بنينه واعره دابا المشكل مع البيفيه. انا كنهز في الاول كنت قلت لكم غناخذ في الاول السوشي من بعد بالي الحوت وانا كنصطاد الحوت عاد تمشيت شفت ما قلت لكم هانتوما لا عام عاد باش غادي نمشي زاد باش ندير السوشي. راجلي راه شغل البلا الاول مشى باش يزيدو البلا زعما وانا باقي غير ندير زعما البلا. انا بغا نتعلم ناكل بحال شي دابا الاولى كليتها مزيان درت والله درت بروفيسيونيل ها 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 دابا هذا فيه ها هي السوريمي في لافوكا هذا ما شنو خرواع هذا خرواع انا كنت هنا كنت هنا غير هذاك الزمان انت هنا غير هذا سلمان راني سمعت بهذا ديالي خاصني نتعلم ناكل غير بهذا. شوف دور دور عشان الناس اللي من مورانا كتجيو بيزا وكاسا كتصور مسلوح انا بدا زعما الكاميرا
شوفي الصوره ما كيشوفو خضر وزروب المهم ما بعيش مشيت هادي جو بونس هي الكاميرا اللي كنشوفها عند كلشي كيصوروا بها لقيتها هنايا ب 549 ما عرفتش جاتني رخيصه مع نورمالمون كنت كنشوف الناس كانوا ديجا كيشريوها جو بونس كانت شي 800 اورو ولا 700 اورو العام اللي فات المهم لقيتها رخيصه خاصني نلقى شي واحد عطيه فريمون واعر في الغوص لا في الغوص دوغي هذا جو بونس نحيد الموسيقى نحيد الموسيقى دابا نهضر معاكم عرفتوا عييت دابا جايه الخمسة تقريبا من 12 حنا خارجين عرفتوا ما فطع عليا امتى نوصل للدار فطع عليا نتكا انا الا وصلت للدار بغيت نوريكم غير التبرديله اللي ديت ديال اديداس فريمون زوين انا ما كنزعمش على هذا الشكل هذا وعمر ما خديت زعما التبرديله هكا طوالين نورمالمون كيعجبوني دوك اللي كيكونوا طالعين كيكونوا طالعين هنا و المهم ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها لكم اول مره كنزعم على السبر ديال هكا طوال فريمون عجبتني يمكن فيها هاد لا كولور غوز غولد زوينه
كنت القشفه الدوري الغوت غولد، المهم فيها الوان بزاف. كنت شفت واحد اللون فيه داك كيكونوا كيبريو سورتو في الليل ملي كتخرج كيشوفوا داك اراك من بعيد. واش كنت بغيت نقيسها ويقول لي راجلي واش انت باقا بنت صغير اللي باغا تشري بحال داك الشكل، خدي لك هادي بحال هكا احسن. صافي خدي هاد اللون فريمون زوينه عجبتني. ها هي كتشوف الشكل اللي راه كي داير فريمون حمقتني انايا. صافي هادشي الاخر غير شويه ديال راجلي هادا تخربق ديال راجلي بحدا. انا كنت بغيت ناخذ حوايج ولكن مع دابا بدا غيدخل الربيع ما بقى والو، شهر بقى للربيع وبداو كيبدلوا في الحوايج ولاو كيدخلوا الحوايج ديال الربيع. وانا اصلا كانوا خاصني حوايج ديال البرد ما كنت باغا ناخذهم، وما عرفتش شتو كانوا سادين علينا وداك الشيء وما لقيتش كيفاش نمشي. يلا البارح كيف ما قلت لكم حلوا علينا ملي زعما بغيت نمشي ناخذ الحوايج ديال البرد وداك الشيء. وقلت اول حاجه البرد راه صافي خرج يعني بقات لي شحال، بقات لي شهر باش يدخل الربيع وغادي نبدا نصدق عاوتاني نخلي الحوايج. قلت اللهم نتسنى حتى نشوف الحوايج اللي غيدخلوا غيدخلوا في الربيع ومن بعد ناخذ الحوايج. اصلا كنت بغيت نطلع للبريمار، كنت بغيت نشوف الحوايج اللي كاينين في البريمار، كانوا عاجبيني شي حوايج تما شي حوايج تما. وهذا كان يعطيني مشينا لها اليوم ما كاينش فيها بريمار، سو قلت ماشي مشكل نتسنى تنمشي لواحد المول اخر كاين هنا في الخزيرات هو اللي فيه بريمار، كنمشي نشوف الا لقيت شي حاجه تما حسن ليا. عرفت عييت كنحس بالنعاس كنحس بالعيا، قوة ما بقاو سادين علينا وقوة ما بقيت جالسه في الدار. بحال من واحد الناحيه ولفت الدار ملي خرجت وبقيت داير الكمامه وانا بشحال هادي ما بقيت درت الكمامه زعما هذيك الوقت عاد شدتني واحد الدوخه بعدا انكرويابل ما نقولش لكم شدتني واحد الدوخه خايبه. صافي وليت كنبغي غير نمشي لشي بيس كتكون خاويه باش نتنفس. عاطي حسن عوان والله الا قسم بالله كنقول حسن عوان زعما اللي خدامين بالماسكارياس النهار كامل فريمون ما عرفتش كيفاش كيتحملوا. جو بونس غنمشي غنحيد حوايجي وغنمشي للناس. صافي عييت قول لي ما حلو عليك انت خرجتي انت جيتي عيانه والله الا عاطي درجه ديال الروني وصافي تحت كاو. المهم بغيت نقول لكم على داك الريستو ديال البوفيه اللي فيه البوفيه فريمون زوين على حسابي زعما راه كنتو بغيتو لقيتوه في مدينتكم. مع سول راجلي قال لي راه ديجا كاين في شحال من بلاصه واعر واعر عاتي الماكله فيه ما يمكنش اي حاجه من غير السوشي ما عجبنيش. السوشي عجبوني فيه شي حوايج صافي ولا ما عرفت انا ما عجبنيش. اول مره قلت لكم كندوق السوشي بغيت نجربو مع حتى التبصير ما كليتوش، بقى هكا خديت منه غير شي ثلاثه طروفه وصافي وكلشي مشى ما قدرتش نكملو. ابار سا كلشي الحوت عندهم زوين، الدجاج عندهم زوين. المهم وراه الا بغى زعما شي حد يمشي ليه راه فيه داك الماكله حلال وفوالا. فيه شنو عرفتني فيه المهم حتى الديسير فيه اي حاجه بغيتو في الديسير فيه لا غلاس كيف ما قلت لكم في لي كريم المهم كلشي. وهنا المهم غادي نقول لكم بالسلامه عييت غادي نمشي نبدل الحوايج وغادي نمشي نتكا. نتمنى يكون عجبكم الفلوق بارطاجيوه ما تنساش تخليو ليا لايك ديروا ليا سبسكرايب وبارطاجيو الفيديو. كنقول لكم سلامه، نتلاقاو في فلوق ان شاء الله جديد او فيديو جديد.